يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب؟ وإن كان الجواب بنعم، فما هي الشروط التي تتوفر في الإنسان المسلم وفي الفتاة حتى يتم هذا الزواج؟ وفي الأخير أتقدم لكم بالشكر الجزير على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين. نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مساكين. والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة. وأما قول من قال إنه يشترط أن لا يقدر على نكاح مسلمة فإنه قول ضعيف، أو فقوله ضعيف، لأن الله تعالى لم يشترط في نكاح أهل الكتاب في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك، لأن الله لم يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك الشرط. ولكن قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يدل على أن الأولى للمسلم أن يبدأ في نكاح المؤمنات أولا فيسأل، فإذا لم يتيسر له نكح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فنبدأ بما بدأ الله به. نعم، بارك الله فيكم.